الفلسطينية والثورة السورية. نحن ندين هذه المجزرة وندين هذه المذبحة ونطالب هذا النظام بأن يقف عن ذلك أو أن يكون هناك تدخل عربي يحمي الشعب السوري. والسلطة القضائية والسيادة للقانون مش رشوة وشلالية. حتى الآن نحن نسمع وعودا أو بعض وعود ولا نرى ترجمة عملية لذلك على أرض الواقع، ولذلك تخرج اليوم مسيرة الإصرار والإصرار على مطالبنا والإصرار على أهداف شعبنا حتى تحقيق الإصلاح الشامل الذي نتطلع إليه. الله رح يركع. الإصلاح لازم يصير. الجمهور الأردنية يا حصونا بدنا.